نعم، في هذه المنطقة ما تزال أعمال البحث عن مفقودين قائمة، جهاز الدفاع المدني وطواقم طبية متواجدة في هذه المنطقة، منطقة شارع الوحدة الذي قصف ليلة أمس بسلسلة غارات عنيفة أدت إلى تدمير ما لا يقل عن 3 مباني سكنية هنا في هذه المنطقة. قبل قليل، قبل دقائق، تم انتشال عدد من المفقودين من داخل، من تحت ركام هذا المنزل، ويجري الآن البحث عن آخرين. بحسب مصادر عائلية هنا قالوا أنه ما زال في عدد أيضا فقد تحت هذه الأنقاض، ويحاولوا منذ ساعات الوصول إليهم. كان هناك أيضا عدد من الناجين الذين خرجوا على قيد الحياة من داخل هذا الركام، ويجري البحث عن آخرين. ما لا يقل فعليا يعني ما لا يقل عن 10 إلى 15 شهيدا في هذه المنطقة، والعدد مرشح بالزيادة خلال أعمال البحث الآن. وأيضا هناك عدد كبير من الإصابات وصلت إلى مجمع الشفاء الطبي. هذا الدمار على امتداد شارع، مسافة نتحدث لا تقل عن 400 متر في الجهة الغربية. أيضا هناك ما بعد هذا المبنى، هناك مبنيين أيضا يجري البحث أيضا عن مفقودين تحتهم، تحت الأنقاض. وكذلك هناك مبنى سكني متضرر بشكل كبير جدا، متعدد الطوابق، وهو احتمالية أن يعني يسقط أو شيء يعني واردة، وتحاول أجهزة الدفاع المدني أن تعاد المواطنين عن محيط هذه المنطقة. الضرر أيضا جاء على المنازل المجاورة. إذا فقط أساعد المصور إلى اليمين، إلى يمينك سامي، هنا هنا أيضا يمكن مشاهدة أن هذا البيت قسم إلى نصفين، وبقي فقط السلم الداخلي للبيت، ويعني بمعنى أن نصف المبنى تم تدميره في هذا القصف الإسرائيلي الذي طال هذه المنطقة. دمار كبير هائل جدا في محيط هذا الشارع. نتحدث عن مسافة تقريبا 200 متر توجد وزارة الصحة الفلسطينية، بمعنى أن هذا الطريق الرئيسي، هذا الشارع الذي تم تدميره، يصعب الآن الحركة فيه. حتى طواقم الدفاع المدني وصلت إلى هنا بصعوبة بعد أن أزالت جزء من هذا الركام من الطريق الرئيسي، وهي الآن ما تزال منذ ساعات طويلة تعمل على البحث عن مفقودين داخل هذه المباني التي دمرت. في الوقت الذي يجري فيه البحث أيضا عن مفقودين، هناك غارات إسرائيلية قريبة، سمعنا واحدة منها على بعد مسافة من هنا في شارع أو منطقة اليرموك، تعرف بمنطقة اليرموك، والأنباء ترد من هناك أيضا أن هناك استهداف مبنى سكني في نفس المنطقة. هذه المكان الذي نقف فيه هنا جرى الحديث عن وجود سيدة تحت الأنقاض، ويحاول الناس هنا والأجهزة أيضا المختصة البحث عنها. تم انتشال من المبنى المجاور، وأنا خلال تقريبا 15 دقيقة ما لا يقل عن 3 مواطنين خرجوا من المبنى المجاور من تحت الأنقاض. الوضع في غاية الخطورة، هناك إمكانيات محدودة. تفضل تفضل سعد. يعني الوضع معقد وصعب جدا على الطواقم، الآن تحاول فقط إبعاد مجموعة من ركام هذا المنزل لعلها تصل إلى المفقودين تحت هذا البيت. هذا بيت سكن، يعني ما أشاهده الآن ملابس أطفال، أثاث منازل، أشياء، يعني منزل مدني سكني كله قصف وتحول إلى ركام. هذه المباني متعددة الطوابق، أقل مبنى يتكون من 4 طوابق، يعني سقط كله على رأس الساكنين، وتم نقل عدد كبير من الضحايا والجرحى من هذه المنطقة. لكن الأرقام الدقيقة حتى الآن ما تعلن عنه الوزارة، أنه قبل فقط دقائق قالت أن هناك 8 شهداء، لكن هي تتوقع أن يزداد العدد، لأنه وأنا في هذا المكان تم انتشال 3 مواطنين من المنطقة، والحديث يدور عن أكثر من ذلك، من بينهم طبيب بحسب وزارة الصحة، دكتور وطبيب في مجمع الشفاء الطبي. أدوا الأطباء قبل نحو ساعة من الآن صلاة الجنازة عليه في مجمع الشفاء الطبي
في إشارة أيضا وتحدثوا أن هناك استهداف الآن ليس فقط للمدنيين، حتى الأطباء وغيرهم يعني شهداء في هذه الغارات الإسرائيلية المستمرة على القطاع. الآن هذا البيت يبدو أنه تم الانتهاء من البيت المجاور، بحسب العائلة هنا قالوا أنه أغلب من كان في البيت تم إخراجهم، لكن لا نعلم بالتحديد عدد الجرحى أو الشهداء من البيت. بقي هذا البيت، الآن يجري عملية البحث ومحاولة إزالة أجزاء كبيرة من هذا الركام، لعل أيضا يتمكنون من الوصول إلى ناجين آخرين أسفل ركام هذا البيت. هذا الأمر مستمر منذ ساعات الفجر، منذ ساعات الفجر وقبل ذلك حتى، وصلت أعداد من هذه الطواقم إلى المنطقة لتحاول أيضا البحث عن أكبر عدد ممكن من الناجين. هناك أطفال نجوا وأطفال أيضا استشهدوا من تحت هذا الركام. شاهدنا أحدهم أيضا قبل قليل قد خرج من تحت أحد المنازل المدمرة. شبكة الكهرباء أيضا، شاهدت أعمدة الكهرباء في كل المنطقة هذه تضررت بشكل كبير. هذا يعني أن أيضا هناك انقطاع للكهرباء، وهذا قد يعيق أيضا عمل الطواقم اللي استمرت أعمال البحث حتى ساعات الليل.